السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم شيوات بنات ام جد من جديد اليوم كما كتشوفوا معايا ما جيباش لكم وصفه ديال الطبخ جافا لكم وصفه اللي استفدت منها هذا النهار انا بالضبط وقررت بهذا الضبط ندير لكم انني فيديو صراحه أنا لحت لحت هذا المنتوج اللي غنهضر عليه دابا صحاباتي سيغ واتساب ودخلوا عندي البنات بزاف كيتسائلوا وكيسولوني اشنو هو هذا المنتوج أمجاد؟ شنو هو المنتوج هاد الصباح هذا مي مشى جا للترونسبور هوتو مع السبعة ونص صافي جا ترونسبور مشيت عند المول الحانوت اللي كانت قدام عنده هري قلت ليه فوالا ابراهيم عطاني تيد اوماتيك قال ليا لا عطاه ليا هو فيه ستة كيلو كي يعني كنستعملو دابا مدة سبع شهور ولا كتر ولا وقيلا عام باش كنستعملو دابا بالضبط صافي عطاه ليا اجي ويقولي يقول لي وي ندور عيني ويبان لي هاد المنتوج اللي غنوري لكم قدامي هذا قلت, لي قلت, لي قلت, لي آه قلت ليه شنو لي هاد المنتوج جديد قلت ليه واش اريال قال لي اريال كلاس كما كتشوفوا شتو قال لي قال لي هاد المنتوج راه جديد وراه الناس بزاف استعملوه عندي وفيه تبارك الله مزايا كبيره كما كتشوفوا فيه يعني كيعطيك آه هذا باش تغسلو هذا قال لي زوين جربيها ام جن واللي عاجب زوين فيه عشرة كيلو أه كيدير 130 درهم يعني تبارك الله راه ماشي غالي ولكن تبارك الله فيه لا كونتيتي ما علينا اولا نقول اوكي نجربو انا يعني الصراحه كنتيق فيه في في داكشي ديالو كيما جربت اونوماتيك فانا خديتو خديت هذا البنات اش غنقول لكم جبتو الدار كيما شفتو ها هو حليته كيما كتشوفو حليته اش نقول لكم فيه رائحه رائعه بعدا مع بالحامض انا ديجا كندير هاد الطويسه هادي كنعبرها اللي كان عندي شتوها هي باش كنعبر ريحته رائعه البنات رائعه بمعنى الكلمه صار صافي عجبني بزاف وانا نبرود البنات صراحه اللي حداها شهري وعندها هذا تشري لان كي كتشوفو رائع خذوا خذوا هذا البنات اريال كلاس اللي فيه عشرة كيلو وفيه هاد العلامه ديال ماشي هادي تقدر تكون فيه بارفان اخرى هادي ديال جيرمان يعني ديال المانيا صراحه رائع 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 بزاف وما عرفتش وسولته وقال لي راه خداو من عندي كاع السطوله اللي جبت كاع تبعو بقى عنده هذا وواحد خر وانا الصراحه ملي درت الغسله كان عندي شي حوايج لانني عندي فيهم شي طبيع يعني شنو ما الطبيع عندي فوقيه ديال الزوج وعندي هادو كان فيهم حطبها صفراء وقلت ان شاء الله ما نصبها عندي فيها جافيل حكم انني غندير اوموماتيك وما تخيلوا معايا غنوريها لكم خرجات كتشعل بيضاء ولامعه الصراحه ورائعه انا كما قلت لكم من هذا المنبر ماشي دايره اشهار شي حاجه انا تبقاو عليا البنات درنا فيديو لحقاش راه هذا المنتوج عجبنا وهذه مع ساب. عجبنا من الغسله سي واتساب عجبهم الحال فقلت علاش لا باش العامه يستافد منها كاع البنات وكل شيء هكا اللي حدا شي هذه بحال كتشري وانا المولفه كندير هذا كما كتشوفوا هذا فخيش كنديروه هكا مع مع التيد وكنديروه باش كتعطيو لكن هذاك سوبليم uh, so كاين بزاف الماركات هذا تا هو زوين ديال الاسبان كنديروه هكايا باش كتعطيني واحد الريحه وهذا شاريه على ود بنتي باش كنديروا لها ليكيد هذا صافون كنديروا لها لان هي باقا صغيره كنخاف على الحساسيه ولا لها لي ليكيد هذا كنصبغ الجوري وهذا اللي حنا فالصراحه اليوم استغنيت على هذا ما درتوش درت غير هذا واش غنقول لكم النتيجه كانت رائع رائعه رائعه انا غنوريكم الحوايج ما غادي تحكموا والريحه فيهم رائعه شو كيما بقى والله باقا هذا ما استعملتش انا غنوريكم وتشوفوا وكي كتشوفوا معايا حبيباتي وهذا هو اللي قلت لكم شوفوا ها هي وهذه راه اوريجينال كما كتشوفوا ها هو الكف ديالها خرج نقي خرجت كتلمع يعني ما انني غندير لها شي حاجه كي كتشوفوا هي باقا نقيه خرجت كتشعل ما درت ليها لا جافي لا ما الله من الماكينه شوفوا التيشورت حتى هو نقي والمجهود انهم فيهم رائحه رائعه شوفوا شوف يعني كنوريكم الحوايج البيضين اما الزرقين حتى ما خرجتهم زوينين شوفوا يعني كنت صبنت البيضين بوحدهم وصبنت الغسله الثانيه درت فيها بزرق شوفوا خرجوا رائعين الصراحه وما عطيتهمش يعني زعما الوقت بزاف درت لهم واحد 20 دقيقه اش غنقول لكم خرجت رائعه فانا الصراحه كنصح اي سيده حدا هذا المنتوج فإنها تشري وهي ما تردتش لان كما قلت لك راه 2600 راه ماشي بزاف هو بعدا دالي 2600 بلاصه اخرى ما عرفتش ولكن ولكن كيخرج النتيجه رائعه يعني يعني غادي يخرجوا بنتيجه في الحانه وانا على ما اظن اي مراه غتبغي هاد المنتوج ديالها فكنت غادي ندخلو في الروتين فدرت ليه فيديو مستقل بحدو باش هكا نشرح لكم فيه مزيان انا عجبني عجبني صراحة وهذا عقلو عليه راه غادي يدير ان شاء الله مده كثيره يقدر يضرب ليا حتى 5 شهور ثلاثة لان تبارك الله انا كل غسله يعني يعني انا نوريكم شحال فيه شوفوا شحال فيه من غسله اللي غتقدو ديروا فيه فيه الصراحه مزايا بزاف انا مازال ما قريتوش ليكم كله شوفوا كديروا لي تاي يعني درجه الحراره ودرجه اللي عندهم ما كاين ما سخون شوفوا شحال لي تايم باش كي باش كيغسلها صراحه فيه دي كونساي بزاف زوينين صراحه زوين زوين بزاف البنات فانا اكيد كلكم هما كتشوفوا لي مينوت لي غسكم كيفاش ديروه شنو هما الصراحه في ديكشي زوين زوين بزاف كيستحق اننا نديرو ليه لا فيديو واننا نبارطاجيهو مع الناس كما قلت لكم خذو هذا اللي قلت لكم الصراحه راه زوين البنات بزاف بزاف تنتمنى انني نكون شرحت لكم مزيان ويعجبكم لا فيديو تبارطاجيو القناه ديالي مع اصحابكم حبابكم وما تنساوش تعملوا لايك وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بجديد انا يعني راه فين ما كتكون شي حاجه يعني فيها المنفعه فيها ليا فكنبغي نبارطاجيها مع الناس كامله انه تاخد تاخد المنفعه وتكون الصراحه وكما قلت لكم راه شي حاجه اللي كتكون يعني غادي نستافدوا منها وشي حاجه فيها المنفعه فاكيد انني ام جهاد راه ما غاديش عليكم بها غادي نبارطاجيها معكم كنبغيكم بزاف وعليكم الى فيديو قادم بحول الله